السلام عليكم ومرحبا بكم في برنامجكم دوق وتمتع. في الباتيسري والحلويات ديما العبار هو صعيب في العبار وكيبانوا المكونات كتر، ولكن ما تخلعوش، احنا غادي نمشيو دقة دقة. اول حاجة غادي نديرو عندنا المول. المول طبيعة الحال احسن حاجة باش ما يلصق ليناش لاباط في المول، كنديرو ديما الزبدة كنقبطوها نطيطليوها، يعني كنديروها في المول مزيان. الزبدة ماشي الزيت، ديما الزبدة. ومن بعد كناخذو شويه ديال الدقيق وك كندوروه باش فوالا دابا المول ديالنا ها هو دابا شميزه. دابا غناخذو لاباط ديالنا وغادي نقبطو لاباط سكري طبيعه الحال. دابا راكم عرفتوا كاش كي تصوب، ولا ما بغيتوش الا ما فيكم اللي يصوبها، احسن حاجه تقولوا للشيف باتيسيه ديالكم او لمول الباتيسري ديالكم يوجدها لكم، راه ساهله في التحضير. دابا غادي نحطوها هنايا كيف كتشوفوا، وهذا الشيء اللي زايد الرولو هو اللي كيحيد اللي زيد. إذن لاباط ديالنا اللي زايدة غنحيدوها. ردوا معايا البال، و هاد الوصفة هادي مازال ما قلتلكمش أسميتها، لأنه باش ما تخلعوش اسميتها لا طارت ديال املو. كيف كتشوفوا كاين املو، اش غادي نديروا به؟ اول حاجه غادي نديروا، تبعوا معايا مزيان وردوا البال. اول حاجه غادي نديروا غناخذوا لاباط ديالنا، هي عندكم تمشيو تقبوها، غادي ناخذوا املو ديالنا كله وغادي نحطوه في لاباط ديالنا. دابا غادي نحطوه، ومنين غادي نسرحوا الاملو ديالنا الحاجه اللي غادي نديرو وهو غادي نحطوه في الثلاجه يبرد باش يشد، لانه في القاع ديال الطرطه املو غادي يتحط ويشد باش فوق منه. غادي نوريكم اش غادي نديرو من بعد. كيف كتشوفوا دابا القاع ديال الطرطه ديالنا فيه املو، غادي نحطوها في كونجيلاتور او الثلج تبرد. دابا غادي ندوزو ما بين نخليو الطرطه ديالنا تبرد اول حاجه غادي نديرو غادي نقبطو 200 غرام الزبده مئتين غرام السكر وغادي نميكسيوهم. غير بشوية ودابا منين بدا يتخلط نقدروا نزيدوه، نزيدو في لافيتاس ديالو وتتولي تولي السكر مع الزبده اون بوماد. ودابا غادي نزيدو اللوز ديالنا، اللوز وهو البودغ داموند، كنقبطو اللوز كنقبطو شويه ديال اللوز
محمر وشوية ديال اللوز ما محمرش وكنميكسيوهم كنطحنوهم مزيان وراه موجودين في الحوانت. غير قول لهم بودر دامورد وصافي. الا ما بغيتوش يتحمر ماشي مشكل، ولكن الا كان شويه محمر وشويه ما محمرش مزيان. دابا كنخلطوه. اولا اللوز مهرمش اللي كنديروا بعد خطرات في البريوات ديال اللوز. دابا خلطنا اللوز ديالنا مع السكر. دابا غادي نزيدو البيض. أربعة البيضات هي تقريبا 200 غرام ديال البيض. ونعاودو نخلطو تاني بالخلاط بشوية. هاد العملية راه سهلة، كتاخد غير شوية ديال الوقت وشوية الصبر. شوف دابا هاد الميلونج كي تيولي زوين. غادي نزهدو فيه شوية شوية. ودابا غادي نبداو نزيدو الدقيق شوية بشوية. وغادي كي تشوفوا هذا العجين، العجينه كتتوقف. كيف كتشوفوا دابا العجينه وجدات. شوف دابا سالينا لاباري ديالنا، غادي نرجعو للتورتا ديالنا باملو اللي حطينا في الكونجيلاتور باش يبقى زاكي كيف كتشوفوا جمد غير شي شويه الوقت. ومن بعد غنحطوا لاباري ديالنا فوق هاد الطرطه هادي. راه ساهل، راه ما كاينش حاجه صعيبه. كيف تنقولوا صحاب الناس اللي كيديروا لاباتيسري، راه كلها غير عبار والصبر. غادي تشوفوا من بعد كيف غادي يخرج هاد طبق او هاد الحليوه التورته. ودابا غادي نقبطوها ونضربوها شويه باش من بعد باقي عندي الوقت باش نجيب المغرب. غادي نجلس وحده بوحده نقعد نستف فيهم باش يتحمروا هذا الشيء للتزيين. ما تنساوش باش توجدوا المقادير ديال الغداء. وهاد التورته غادي نحطوها في الفران نص ساعه درجه 160. ودابا غادي نشوفوا النتيجه ديالنا ديال التورته ديال اللوز.
ودابا حيدناه من المول وغادي نزيدو واحد شويه، غناخذو غير شويه الكوفيتير وغادي نابوه الفوق منه غير باش يعطي شويه اللمعان. او شويه المذاق، اما الكوفيتير ديال المشماش او لا الكوفيتير ديال الليمون او الزنبوع اللي عندكم في الدار، غير باش يعطي اللمعان ديالو. ودابا غادي نقطعو طريف باش تشوفوا املو. بسم الله. وذوقوا تمتعوا.